وصفة جميلة جدا لتطويل وتكثيف الشعر بشكل سريع للناس اللي عايزة تطول شعرها وتكثفه وكمان تعالج التساقط. المكون الأول هيكون القرنفل، المكون الثاني الروزماري أو إكليل الجبل، المكون الثالث وده مكون مهم جدا جدا في وصفتنا هو حبة البركة أو السانوش، المكون الرابع وده الأساسي برضو وهو زيت الزيتون، ويفضل إن هو يكون زيت زيتون بكر أو معصور على البارد. تمام، بتاخدي منه كوباية من زيت الزيتون، تبدأي تحطيها في إناء وتبدأي تضيفي الثلاث مكونات اللي ذكرناهم في بداية الوصفة، كل مكون فيهم كميته 1 معلقة طعام اللي هو اللي انتوا بتاكلوا بيها عادي. بتسيبيها على نار هادية لمدة 10 دقايق يتغلوا، بعدين تسيبيها تبرد، تبدأي تحطيها في برطمان او اناء شبه اللي قدامك ده. وبعد كده يا بنات بتبدأوا تحطوها 2 أو 3 مرات في الاسبوع وتسيبوها لمدة 2 ساعة، بعدين تغسلوا شعركم. بس كده وصفتنا خلصت، متنسوش الاشتراك في الحساب وبحبكم.